اخبار الونش ايه؟ الونش جاهز ولا مش جاهز؟ الونش جاهز. اخبار حمدي فتحي ايه؟ جاهز ولا مش جاهز على ماتش الكاميرون؟ ان شاء الله باذن الله جاهز. يبقى خسارتنا في حجازي وهي خساره كبيره، ولكن عندنا عوده لاثنين من اللاعبين المميزين، وعندنا ايضا تفاصيل ليها علاقه بانه جبل قريب جدا جدا من حراسه مرمى منتخبنا الوطني في مباراه الكاميرون. زميلنا العزيز حسن غنيمه من الكاميرون يقول لنا اخر الاخبار والتفاصيل الخاصه ببعثه منتخبنا الوطني. يا ابو علي اهلا وسهلا بيك، مساء الفل، وقول لنا اخر الاخبار ايه واخر التفاصيل. من العاصمة الكاميرونية يا وندي، تحياتي إليك زميلي العزيز إبراهيم فايق، تحياتي لكل مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان. بالتأكيد النهاردة روح معنوية مرتفعة داخل معسكر منتخبنا الوطني في العاصمة الكاميرونية إبراهيم، ولكن خليني أقول لك كمان إن في حالة ثقة ما بين اللعيبة إننا قادرين بإذن الله على تخطي صاحب الأرض المنتخب الكاميروني. وخلينا نقول لك بقى الأحاديث اللي موجودة داخل المعسكر، الحقيقة كل اللاعبين عندهم يعني مش تخوف من إن ما يكونش فيه فير بلاي خلال المباراة، ولكن كل اللعيبة عندها ثقة إن الأمور لو مشيت طبيعية وبشكلها الطبيعي وفير بلاي وتكون كرة في الملعب، ان لعبتنا زي ما انت قلت قبل كده تاكل الزلط وتقدر ان هي تتخطى اي فريق افريقي مهما كان. ولكن كل التخوفات يعني من انه يحصل اي مجاملات بالبلدي كده، انا بقولها اي مجاملات لصاحب الارض المنتخب الكاميروني، واحنا بالتأكيد مش عايزين نتوقع البلاء قبل وقوعه، ولكن يعني اللي حصل قبل مباراة جزر القمر هو اللي عامل نوع من التخوف داخل بعثة منتخبنا الوطني. ولكن بالتأكيد ده كيروش مش هيحس بالارتياح إلا بعد إجراء المسحة النهائية من الكاف لكل البعثة المصرية غدا، وبإذن الله تكون سلبية، لأن زي ما كل المشاهدين عارفين كمان أنه منتخبنا الوطني بفضل الله كل أفراد البعثة كانت سلبي كورونا منذ بداية البطولة في الخمس مباريات اللي لعبناهم، سواء في دور المجموعات أو أمام المنتخب الإيفواري أو المنتخب المغربي، كان كل اللعيبه وكل الجهاز الفني سلبي كورونا. ومش كده وبس، يمكن النهارده كمان عشان نتاكد ونثبت حاله، تم عمل تحليل كورونا لكل افراد البعثه النهارده قبل التحليل الرسمي بكره. كل البعثه النهارده قبل التحليل اللي هيحصل بكره الرسمي سلبي كورونا، فمن غير المنطقي ان احنا نلاقي اي حاجه ثانيه مختلفه بكره، وان شاء الله ده ما يحصلش. نتمنى كمان ان مستوى التحكيم الافريقي، انا بنقل لكم كل الاحاديث اللي بتدور ما بين اللاعبين وما بين افراد الجهاز الفني، بيتمنوا انه المستوى التحكيم الافريقي يكون في تحسن، وان تتلعب مباراه كره قدم في ارض الملعب تليق باسم البلدين مصر والكاميرون بدون اي مجاملات لصاحب الارض. كمان خلينا نقول لك بقى اقبال تاريخي على تذاكر المباراه من الجمهور الكاميروني، الحقيقه الكل الكاميرونيين هنا بيدوروا على تذاكر المباراه، عايزين يستغلوا قصه انه طبعا في 80% من الحضور بيكون استثناء لصاحب الارض، كل المباريات بتكون 60% بس حضور بسبب الاجراءات الاحترازيه، لكن مباريات الكاميرون كلها بتكون 80% حضور. وكمان الحقيقه من الواضح انه كمان تواصلت مع معالي السفير مدحت المليجي عشان يبلغنا باخر اخبار الطيارات المصريه اللي هتوصل باذن الله يوم المباراه، يعني بنحاول ان يتم انهاء اجراءات ان يتعمل جسر جوي ما بين القاهره والعاصمه الكاميرونيه ياوندي، عشان تكون طياره واثنين وثلاثه موجوده هنا تحمل الجماهير المصريه، عشان الدور الرائع جدا اللي بتقوم بيه الجماهير داخل الملاعب منذ بدايه البطوله. وحتى ده اللي طلبه الجهاز الفني، ان لازم الجمهور يحضر بكثافه داخل استاد الاولمبي اللي هيستضيف المباراه يوم الخميس المقبل الساعه 9 بتوقيت القاهره. الملعب الاولمبي ده بالتاكيد هو اللي شهد الكارثه الانسانيه اللي حصلت وادت الى وفاه 8 كاميرونيين، وبالتالي السلطات الكاميرونيه والكاف قرروا عوده استاد الاولمبي اللي حصلت فيه الكارثه للصوره مره اخرى بالرغم من استبعاده بعد ما حصلت فيه الكارثه وكان شيئا لم يكن. وبالتاكيد يعني الملعب الاولمبي يعني ارضيته الى حد ما ارضيه جيده، عشان كده ما فيش قلق من حته الارضيه. كمان اللي ممكن يعوق حضور اكتر من طياره يوم المباراه هو انه الاجراءات بتخلص ببطء جدا في مطار ياوندي دايما، يعني لما بنجيب طياره واحده الجمهور بيوصل على ميعاد المباراه بالظبط يا ابراهيم، وده اللي حصل في مباراه المغرب. بالتاكيد الجمهور وصل ساعه السلام الوطني بالظبط.
كمان خليني اقول لك بقى ابراهيم ونتكلم في قصه فندق الاقامه. الحقيقه خليني اقول لك كواليس المشاهدين هيسمعوها لاول مره عن فندق اقامه منتخبنا الوطني. هو الفندق متواضع؟ طبعا متواضع. الفندق مش زي الفنادق اللي عندنا في مصر؟ طبعا. لكن مسؤولي الاتحاد المصري لكره القدم عرضوا على كيروش: يا استاذ كيروش، يا مستر كيروش، انت مش عاجبك الفندق؟ تحب نغيره؟ انت مش مرتاح فيه؟ كيروش رد عليهم قال لهم الفندق ده عاجبني جدا وانا عاوز اكمل فيه بالرغم من التواضع بتاع الفندق. طب ليه؟ قال لهم عشان الفندق ده موجود في ضواحي ياونديه وانا بعيد عن المعجبين والتصوير ومو صلاح، والناس تطلع فوق الشجر ويطلعوا فوق النخل وعايزين يتصوروا مع مو صلاح، واللعيبه مش هتركز والكلام ده كله، وبعيد بقى عن زحمه العاصمه في قلب العاصمه. يعني احنا من اول البطوله بننزل في فنادق متواضعه ولكنها موجوده في قلب العاصمه بقى، فتحس بالدوشه والصخب ونجوم منتخبنا الوطني النني وتريزيجيه ومو صلاح وكله عايز يتصور وكله عايز يخش. فطبعا هو الراجل مبسوط جدا ان هو كده عايش بدماغه مع نفسه بره المدينه، وخاصه انه كيروش بيتعامل يعني تقريبا بيشتغل في اليوم 16 ساعه، ومدرب مجتهد جدا جدا جدا، بيشتغل في اليوم اكتر من 16 ساعه، يا اما في التمرين يا اما قاعد محاضرات فنيه ونفسيه مع اللاعبين داخل الفندق، يا اما في اوضته فاتح اللابتوب وبيذاكر المنتخبات اللي هيلعبها او المنتخبات اللي هي بتكون منافسه. ولكن خليني اقول لك كمان يا ابراهيم انه قصه الفندق، لما مسؤول الاتحاد عرضوا على كيروش هذا الامر قال لهم لا، انا طالب منكم طلب واحد: قولوا لي عاوز تقويه لشبكه الانترنت داخل فندق الاقامه وكده يبقى اتعشت وانا كده مبسوط وزي الفل، وخلينا مكملين لحد نهايه البطوله جوه الفندق. وبالتالي استجاب مسؤولي الاتحاد المصري لكره القدم لرغبه كيروش، وبعد ما عرضوا عليه ان انت لو عايز تغير الفندق احنا تحت امرك وممكن ندفع البناليتي للكاف ونغير الفندق لفندق افضل. كمان بقى على الجانب الاخر، بالرغم من التواضع بقى بتاع الفندق شويه، كل المسؤولين الجهاز الاداري واستاذ شعبان بسطاوي مسؤول العلاقات العامه في الاتحاد المصري لكره القدم ومحمد صلاح المدير الاداري كل شويه بقى بيحاولوا يطلعوا بره الفندق عشان يجيبوا كميات كبيره جدا من الثلج عشان يحصل عمليات استشفاء لكل اللاعبين خلال البطوله، لان طبعا يعني احنا شفنا طبعا بعض الصور اللي موجوده الامكانيات ضعيفه جدا لدرجه ان بعض اللاعبين بيعملوا عمليات استشفائيه داخل جرادل. طبعا الامكانيات هنا في الكاميرون ضعيفه، ولكن اللعيبه الحقيقه يعني يشكروا جدا ان هم بيتعاملوا مع هذه الامكانيات المتواضعه والامكانيات البسيطه جدا. كمان مهم جدا يا ابراهيم ان انا اشرح لك اخر حاله المصابين داخل معسكر منتخبنا الوطني. طبعا احمد حجازي خلاص خارج البطوله بعد تاكد اصابته بتمزق في اوتار العضله الضمه منذ قليل. الدكتور محمد ابو العلا اعلن هذا الامر، بالتاكيد خبر مش حلو تماما، ولكن في خبر اخر حلو انه اصابه ابو جبل يعني اصابه بفضل الله خفيفه تشبه الاصابه اللي حصلت لحمدي فتحي وهي اجهاد في العضله الضمه. من المنتظر ان ابو جبل وارد ولكن امل مش كبير طبعا انه يشارك اساسي في المباراه اللي جايه، وده هيتحدد من خلال حالته الطبيه خلال المباراه اللي جايه. كمان نتكلم على محمد الشناوي، لسه بيواصل تدريباته العلاجيه، وفي المنتظر كده ان ممكن الشناوي يعني لو شد حيله، هو طبعا من اللعيبه القويه واللي عندها اصرار ان هي تعود بسرعه، ممكن يرجع ولكن صعب على المباراه الجايه. هيكون طبعا ممكن حتى يعني لو وصلنا للنهائي ممكن يلعب المباراه النهائيه. كمان خليني اقول لك يعني كان ليا كده بعض الحديث المقتضب مع كيروش الحقيقه، اللي قال لي ان هو متعود على الاجواء الافريقيه في كل البلدان الافريقيه، لانه بالمناسبه في معلومه يا ابراهيم يمكن معظم المشاهدين ممكن يكونوا مش عارفينها قوي، ان كيروش بدا حياته واتولد في موزمبيق في احد المستعمرات البرتغاليه هناك، وبالتالي هو معتاد تماما على الاجواء والاجواء الافريقيه من ارتفاع الحراره والرطوبه وكل هذه الاجواء هو مولود فيها ومتعود عليها وتعايش معاها بشكل كبير جدا. عشان كده احنا عندنا مدير فني كيروش عظمه كبيره يعني، ويقدر ان هو ياكل الزلط في افريقيا لانه متعود على هذه الاجواء. كمان كان ليا حديث خلال حديثي مع كيروش اتكلم على مواجهته مع مواطنه انطونيو كونسيساو المدير الفني للمنتخب
الا كاميروني، ان هو طبعا بيتمنى له كل التوفيق وكل حاجه، ولكن بعيد عن الماتش الجاي وبعيد عن مباراه منتخب مصر والمنتخب الكاميروني. يمكن دي كانت معظم الاجواء والكواليس الموجوده هنا من العاصمه الكاميرونيه ياوندي، وان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني ونقدر نحسم المباراه ونروح للنهائي ونرجع بالكاس من ياوندي الى القاهره باذن الله، من ياوندي الى القاهره بالتاكيد. الكلمه اليك زميلي العزيز ابراهيم فايق، تفضل. حسن بشكرك شكرا جزيلا وخالص تحياتنا، ودايما مع بعض كده ان شاء الله باذن الله، واحده واحده وخطوه خطوه والدنيا ماشيه لحد ما نوصل للنهائي. بشكرك شكرا جزيلا.